بوادر حرب تلوح في الأفق بين إسرائيل وإيران، حيث توعدت الأولى باستهداف منشآت طهران النووية، وحذرت الأخيرة من أن ردها لن يقيده خطوط حمراء، وسط مخاوف من مواجهة شاملة تتجاوز حرب الظل التي استمرت لسنوات. ففي شهر مايو من العام 2018 أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الموجودة في الجولان السوري المحتل تعرضت لقصف بالصواريخ والقذائف شنه فيلق القدس الإيراني، فيما ردت إسرائيل بغارات على مواقع متفرقة في سوريا. ومنذ عام 2010 يعتقد أن إسرائيل وراء اغتيال 5 علماء نوويين إيرانيين في طهران، أبرزهم أحد أهم علماء الذرة الإيرانيين والمسؤول عن البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زادة، والذي قتل في 27 من نوفمبر من العام 2020. وفي يونيو من عام 2021 تعرضت سفينة يملكها رجل أعمال إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل بحارين بريطاني والآخر روماني، وحينها نسب مسؤولون أمريكيون الهجوم لإيران. في إبريل من عام 2021 قالت إيران إن منشأة نطنز النووية تعرضت لعمل إرهابي نووي، موجهة أصابع الاتهام إلى إسرائيل، حيث تسبب الهجوم في أضرار جسيمة بأجهزة الطرد المركزي لديها. في مايو من العام الماضي تم اغتيال ضابط في فيلق القدس الإيراني في طهران، مع الكشف عن ضبط شبكة تجسس تابعة للمخابرات الإسرائيلية في إيران واعتقال أفرادها. ونقل الإعلام الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين بأن تل أبيب وراء الحادث. في يناير الماضي أيضاً استهدفت 3 طائرات مسيرة مجمعاً بوزارة الدفاع الإيرانية قرب مدينة أصفهان، وأصابت أحد القذائف المبنى، ما تسبب في أضرار طفيفة، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز أن إسرائيل هي المسؤولة عن التفجير. الشهر الماضي شنت طائرات إسرائيلية هجوماً على محيط مطار دمشق الدولي، ما أسفر عن مقتل 2 من المستشارين الإيرانيين، هما ميلاد حيدري ومقداد مهقاني.